السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفرت شنطة عزبة الطبخ جاهزة كاملة براضة ما شاء الله تبارك الله. طبعا شوفت عينكم هذا سطل قابل للصفط عشان ما ياخذ عليك مكان بالعزبة، وايضا عندنا هنا كاتم شبيه سب الفرنسي اللون الجميل العنابي اللي عد من الاكثر مبيعا عندنا اللهم لك الحمد. طبعا نفتحه، استغلينا حتى المكان اللي داخل الكاتم، هذه قطعتكم مشتن زين عشان نحافظ على المعدن من داخل الكاتم، شوفت عينكم، بالإضافة إلى قطعة بيز يجمعه وثلاث علب للملح والبهارات، طبعا جودته قوية وحجمه ممتاز، ثلاث علب أيضا بالإضافة إلى سفرة أكل أو صماط. وعندنا طبعا بالأسفل الميزة الأهم أن الصحن، إجراب الصحن ملتصق بنفس قدر الكاتم، صحن ستيل جودة عالية مقاس 45 سنتي. شوفت عينكم على الترتيب ما شاء الله تبارك الله، حتى أصغر مقاسات حريصين عليها، ملعقة ستيل، ملاس ستيل، مسكة خشب، أيضا سكين حاد وجودة عالية، مقبض خشب بتملى اليد بالتقطيع، وبالإضافة إلى حتى السكينة الصغيرة السيف. حرصنا يا جماعة الخير أن تكون جودة عالية بجميع ما تعني الكلمة. طبعا شوفت عينكم على التقسيم والترتيب، حتى القماش الداخلي للعزبة بلاستيك عشان حتى لو تدخل الأغراض يكون بهما تكون سهلة التنظيف ولا تشغل بالريح وغيره، بالإضافة للسحابات. أيضا عندنا من هنا المخبات الجانبي اسفنجة وكبريت، أيضا الجهة الثانية علبة ستانلس ستيل سعة 300 ملي صغيرة الحجم ما تأخذ معك مكان بالعزبة وجودة عالية ومحكمة الإغلاق. حطينا لكم مع كل شنطة عزبة طبخ رز الراجحي هدية 1 كيلو، يعني ما يبقى عليك إلا الكشتة. طبعا تخيلوا كامل الأغراض هذه تجي داخل الشنطة وذفة بكامل أغراضها وجودة عالية ونفس الوقت منوملة ومرتبة. طبعا أطلب عن طريق المتجر الإلكتروني، متوفر للون الأزرق والعنابي، هذا كاتم مرهم شبيه سبة فرنسي. الله يحييكم.